عشان نناقش الموضوع ده، عايزين نعرف ايه البنود الخاصه بالقانون ده اللي هي فيها يعني نقول ايه تعدي على المراه واعتراض صارخ من القانون على اهليه المراه الكامله. طب حضرتك خلينا نقول الاول ايه هو قانون الوصايه على المال. قانون الوصايه اللي هو اداره اموال الكسر وبتكون تحت تصرف شخص وبيكون والي، هو الوالي الطبيعي او الوالي الشرعي، بيتصرف اموال الكسر بتكون تحت اشرافه، وبيكون في مجلس حزبي او نيابه حزبيه بتحاسب هذا الوالي على تصرفات القاصر الى ان يصل الى 21 سنه ويستلم امواله وكل ما يخصه. هو كان في قانون اللي احنا حاليا الموجود حاليا قانون 119 لسنه 1952 اللي هو بتقول بتثبت الولايه والوصايه على المال للاب اللي هو الوالي الطبيعي. وفي حاله وفاه الاب بيكون للوالي الشرعي اللي هو الايه؟ الجد. ويليها بعد ذلك الام. فهنا في ظلم واضح جدا للام في قانون الوصاية ده. القانون ده كان حوالي أكتر من 70 سنة. صح. في الفترة الحقبة من الزمن كان لسه النساء ممكن يكون كان في نسبة أمية أكتر. كان في ما كانش الست قادرة على تحمل أشياء كثيرة مثل الآن. دلوقتي الدنيا تطورت والمرأة اتعلمت وأعلى وأرفع المناصب، وصلت لمناصب سيادية في القضاء في الوزارات، يعني ونسبة الأمية يعني نزلت كتير. صحيح. فبالتالي احنا بنقول ان قانون بقاله 70 سنة فيجب عليه يجب علينا ان ايه نقوم بتغييره او صح. بتعديله لصالح المرأة، لما تقاسي المرأة من صعوبات الآن. على فكرة هو مش لصالح المرأة، هو لصالح الأطفال، لصالح الطفل أكتر. بالزبط. لصالح الطفل. فمن الأولى بالرعاية، هي الأم القايمة برعاية أطفالها وبولاية أطفالها في تربيتهم، في التعليم، الصحة. فمن أولى لها هي اللي تقوم بقى بالوصاية. فإحنا القانون اللي إحنا يعني من ساعة ما دعا الرئيس للحوار المجتمعي وناقشنا قانون الأحوال الشخصية بما فيه من ثغرات، فتوجد ثغرات كثيرة لأن هذه القوانين مر عليها أكثر من 70 سنة. صحيح. فهذا القانون لا يتناسب مع العصر الحالي ومع المستجدات الاقتصادية والسياسية والثقافية الموجودة حاليا. فخرجنا من الحوار بأن المرأة يجب أن تقوم هي بإيه؟ الوصاية بعد الأب. حتى يحس الطفل بالأمان. بالظبط. لأن ما فيش حاجة جذرية اتغيرت في حياته. لا ما فيش. بس إحنا من ساعة ما اتعرض مسلسل تحت الوصاية فهي في نقط أساسية وجوهرية بانت. هي يمكن يكون على كثير من فئات المجتمع ما كانتش ظاهرة قوي أو ما كانوش حاسين بيها. وده حقيقي بيحصل حاليا، وفي قوانين في محاكم الأسرة في حاجات كتيرة زي كده بتتعرض ليها المرأة. فبعد وفاة الأب بيتعرض الطفل يعني يكون عنده أموال وعنده وممتلكات وبيكون تحت إيد الجد أو إيد العم. فبتيجي المرأة أو الأم لازم تعمل طلب بالوصايه. ممكن ما يتوافقش عليه لان الاب الجد مش موافق او العم مش موافق. لكن حكايه العم دي بتلتبس على البعض وانا منهم يعني مش فاهماها. بعد الجد بيجي الام مش العم، صح؟ في حاجه ما هو من ضمن قانون الوصايه هو في حاله وفاه الاب قبل وفاته ممكن يوصي، يكون في وصيه ان هي اللي بياخد الوصايه على المال العم. اوكي. او يكون حد من دم الطفل يعني من سلة القرابة في الدم. فمن جايز بيكون العم ايضا من اللي هم اللي هم الوصاية على المال. لكن مش بالتطور الطبيعي للقانون. لا يعني حتى الطبيعي يعني الطبيعي الجد وبعدين الام وبعدين الام. فاحنا هنا